السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليني أكلمك عن موضوع مهم جدا، وهو السحر المرشوش. طبعا في أحلام بتدل على السحر المرشوش يا أخي الكريم، من ضمن هذه الأحلام إنك أنت تشوف إن في مية مجاري، وأنت ماشي وسط المجاري ديت سبحان الله أصيب الجسد بتاعك من المجاري، وأصبحت إنك أنت بتغوص في هذه المجاري وما أنتش قادر إنك أنت تخرج منها. إذا رأيت الرؤية ديت فركز معايا، لأنك ممكن تشوف رؤية تانية أيضا، وهي إنك أنت تشوف نفسك في حمام والحمام ده مليان بالكازورات، والحمام ده مش كويس نهائيا، وإن في روائح سيئة جدا بتنبعث من هذا الحمام، وديت هي الرؤية الثانية. وإنك أنت في الرؤية الثالثة لو أنت شخص ملتحي تشوف نفسك إنك أنت بتحلق لحيتك، ولو أنت إنسانة محجبة تشوف نفسك إنك ماشية في الشارع بدون ما ترتدي حجاب. ثم إن في علامات بتدل على وجود السحر المرشوش، من ضمن هذه العلامات إنك أنت تبص تلاقي إن في آلام في الركب، والآلام دي شديدة جدا، فتضطر إنك أنت تروح لطبيب واتنين عشان تحاول تتخلص من الآلام ديت، لكن للأسف الشديد ما تعرفش إيه هو السبب الحقيقي وراء هذه الآلام. ثم تجد أيضا يا أخي الكريم إن في آلام أيضا في كعب رجلك، فما تقدرش إنك أنت تدوس على كعب رجلك، مع تنميل في أطراف الأصابع وتنميل في أطراف اليدين. ومن ضمن العلامات اللي بتدل على السحر المرشوش إنك أنت تبص تلاقي إن جسمك دايما في حالة خضران، ففي اضطراب في الجسد، شوية إن في آلام في الدراع، شوية إن في آلام في الرجل، شوية إن في آلام في الرأس، شوية إن في آلام في الركب، شوية إن في انتفاخ في المعدة، شوية إن في إمساك شديد جدا، فتبتدي الاضطرابات تنتقل معاك موضع بعد موضع في الجسد. لكن الأتهى من كل ذلك إن كل إنسان أصيب بالسحر المرشوش بيكون عنده شيء من العزلة، يعني بمعنى صح بيحب إنه يعتزل الآخرين، فيكون عنده شك في كل الأشخاص القريبين منه، إن كل الأشخاص دولت يعني سبحان الله هيصوبين له مكروه، ثم إنه تبص تلاقي إن في نظرات غريبة بتصدر من هذا الشخص. وإذا تمكن هذا الشيطان اللي أصيب جسمه بيبدأ هذا الشيطان يتحكم في الجسد ويسيطر عليه ويفرض كامل السيطرة، فلا يستطيع هذا الإنسان أنه ينفك عن هذا الشيطان نهائيا. ليه؟ لأنه كده خلاص أصبح عرضة لخادم السحر المرشوش. طيب خادم السحر المرشوش ده بيسكن في الجسم؟ أيوة بيسكن في الجسم. ليه؟ لأن أولا يا أخي الكريم أنت عمرك ما هتصاب بالسحر إلا بإذن الله جل وعلا، ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا يأتي السؤال، ليه ربنا سبحانه وتعالى أذن بإصابتي بالضر؟ لأنك أنت جعلت للشيطان عليك سبيل، أو جعلت الشيطان وكيل عليك في بعض المواقف. فعلى سبيل المثال ربما أنك أنت غضبت غضب شديد جدا، ثم بعد ذلك خرجت من بيتك وأصبت بالسحر المرشوش في نفس الوقت، ما هو دي الأقدار. أو لربما إنك أنت يكون عندك كبر في نفسك، إن أنا أفضل من الشخص ده، وإن الشخص ده ما يستحقش المكانة ديت، أو إن الشخصية ديت ما تستحقش المنزلة اللي هي فيها، لا أنا أكرم منها وأنا اللي استحق المنزلة اللي موجودة فيها. فدي من ضمن الأشياء اللي بتصيب أيضا بالسحر المرشوش. أو إن يكون عندك عزة في النفس، إنك أنت عزيز النفس وعندك استعلاء، أي شخص بيراضيك ما بترضاش وما بيكونش عندك قبول للآخرين، فدي طبعا من الأشياء اللي بتسبب السحر المرشوش. وأنا عايز أقول لك إن السحر المرشوش دايما بيأتي من أقرب الناس. يعني ليه؟ لأنه بيترش على عتبة البيت بتاعتك، أو بيترش على يعني سبحان الله أطراف منازلك. والمتابع للسوشيال ميديا يجد إن في ناس السموم انتشرت في جسمهم لدرجة إن هم سبحان الله أصبح كل واحدة تروح ترش في محلات الآخرين، ترش في مصدر رزق الآخرين، ترش قدام بيت الأخرى. ليه؟ لأن ده حقد موجود في هذه الأجسام. ولذلك سبحان الله كل من يلجأ للسحر فهو تلعب فيه الألاعيب. إذا كانت امرأة فهي باعت نفسها لإبليس وأمنت بإبليس وكفرت بالله جل وعلا. والدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فيما معنى الحديث فصدق به فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر صريح بواح لا يستطيع أن هذا الإنسان أن يفتك منه إلا بالتوبة الصادقة لله جل وعلا. طيب أنا أبطل السحر المرشوش إزاي؟ أولا أنا عايز أقول لك على حاجة، غالبا من السحر المرشوش ده لو أنت عارف، عايز تعرف مكان السحر ده فين، عايزك تعرف أن في المكان اللي رش فيه السحر أو وضع السحر سبحان الله مجرد ما تدخل المكان ده تحس ان في رعشه في جسمك او ان في كهرباء مسكت جسمك. لكن الأتهى من ذلك انا عايز اقول لك ان الشياطين ماليه الدنيا، ربما ان ابليس نفسه يسيطر على حد فيرش ميه، والميه مجرد ما يرشها انت تمشي تدوس على هذا السحر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا اضرع، جعل لنا حمايه
جعل لنا وقاية، جعل لنا أساليب إذا كان الإنسان ملتزم بيها ما يستطيعش أي شيطان على وجه الأرض أن يضرك بمكروه طول ما أنت متمسك بيها. أبو الدرداء في يوم من الأيام كان جالس في قلب المسجد، فجم ناس لي قالوا له الحق البيت بتاعك بيولع. قال ما كان الله عز وجل ليفعل فيه ذلك. شفت اليقين بالله جل وعلا. قالوا له يا عم النار مسكة في كل البيوت وبيتك ولع. قال ما كان الله عز وجل ليفعل فيه ذلك. فتعجب الناس فراحوا لو ان كل البيوت اللي حوالين بيته اتحرقت الا بيت ابو الدرداء. فرجعوا ليه قالوا له ازاي بيتك ما اتحرقش وجميع البيوت اتحرقت؟ قال لاني سمعت دعاء وذكرا من النبي صلى الله عليه وسلم، من قاله في الصباح امن الحرق والغرق وامن الضر، ومن قاله في المساء امن مثل ذلك. اللهم انت حسبي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقول الدعاء ده في الصباح والمساء عشان تحمي نفسك. وإذا أصبت بالسحر المرشوش وقد وقعت في الضر وجعت عليك الطامة، فكل ما عليك إنك أنت هتمشي على البرنامج ده، هتجيب ملح، والملح لا يضر ولا ينفع، هتقرأ على هذا الملح سورة البقرة، ثم تقرأ آيات المشي اللي في القرآن الكريم. ابحث في جوجل قول آيات السير وآيات المشي، تجيب هذه الآيات وتقرأها على الملح، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية 100 مرة، ثم بعد ذلك تثني على الله جل وعلا بجميع المحامد والتسبيح، وسبح بكل ما أتيت من قوة. مش شرط أنك أنت تسبح يعني بأشياء معينة، اللي يجي في فكرك سبح به، فالله عز وجل كريم يتقبل منك إن شاء الرحمن. ثم بعد ذلك ضع هذا الماء وضع رجلك فيه، ثم اقرأ آية الكرسي مكررة قدر ما تستطيع، يعني نقدر نقول نص ساعة في اليوم. استمر على هذا البرنامج يا أخي الكريم لمدة 7 أيام متواصلة، يشفيك الله عز وجل من هذا السحر المرشوش، وتنجو بإذن رب العالمين من هذا السحر، ولا يستطيع أي إنس أي شيطان أيا كانت قدرته أن يجدد لك هذا السحر المرشوش. عارف ليه؟ لأن ربما أنك أنت تخش بعد كده في مرحلة أخرى، وهو أن الشيطان اللي عملك السحر المرشوش يأكلك في المنام، فتبص تلاقي نفسك أنك أنت بتاكل أكلة وتصحى من النوم تلاقي أثر هذه الأكلة في فمك، وللأسف الشديد أنت أصبت بسحر مأكول عن طريق خادم السحر المرشوش، ودي قصص طويلة قوي هنتكلم فيها. ثم بعد ذلك حاول أنك أنت تقرأ سورة المعارج والمدثر، وتقرأ سورة القيامة، وتقرأ سورة الرعد، الأربع سور دولت كل يوم بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب تقرأهم، ثم بعد ذلك تتفرغ خلاص في غرفة خالية كده وتشغل فيها بخور، وتقعد تسبح وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأكثر من الدعاء فالدعاء لا يرد، فإن فعلت ذلك شفيت من السحر المرشوش بإذن رب العالمين. أنا دلوقتي عايز أسألك سؤال، هل مريت بكل العلامات اللي أنا ذكرتها في الفيديو ده؟ لو مريت بها يا ريت تضعها لنا في كومنت أسفل الفيديو عشان كل متابعينا في تفسير الأحلام يستفيدوا من تجربتك. ولو عندك أي طريقة تقضي على السحر المرشوش أو علامة أخرى أنا نسيت أذكرها اكتبها في التعليقات، فالدلع الخير كفاعلي، هرد على بعد تعليقاتكم. لو عجبك المقطع ده دوس لايك واضغط سبسكرايب وفعل الجرس وشاركه لأصحابك وأصدقائك، فالدلع الخير كفاعلي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.